خرجة تعد الأولى من نوعها، وصف نواب مجلس الأمة المنحة السياحية المقدمة من طرف الدولة منحة العار على حد لسان أغلب ممثلي الشعب ومنهم من التزم الصمت، وضع دفع بأغلبيتهم اللجوء إلى السوق السوداء من أجل تصريف عملتهم. هشام شريف رصد التالي. في خرجة جديدة كسر عدد من أعضاء مجلس الأمة واجب التحفظ أين طلبوا الحكومة برفع قيمة المنحة السياحية التي يمنحها بنك الجزائر والمقدرة بـ 130 أورو والتي لم تتغير منذ سنوات، مشيرين إلى أن الجزائر البلد الوحيد في العالم التي لا تعتمد على مكاتب الصرف. طرح السؤال عضو مجلس الأمة، هذه المسألة قد طرحت عدة مرات على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وهي في الحقيقة من صلاحيات محافظ البنك الجزائري وحده لا غير. نواب الشعب وصفوا قيمة 130 أورو الممنوحة من طرف بنك الجزائر بمنحة العارة، الأمر الذي يدفعهم كغيرهم إلى تعاملات غير قانونية في السوق الموازية. ببساطة قلت غير كافية، وهذا موضوع السؤال تاعي اليوم هنا اللي وجهته للسيد الوزير الأول. أنا كبرنامج نعطيك صراحة، لأن المنحة اللي يعطيوها لنا في الخرجات نتاعنا في المهمات الخرجات والله ما تكفينا حق لوتنا، حلفك بربي سبحانه، والله ما تكفينا حق لوتال اللي في مقام البرلماني، والله غير تحتم علينا اننا نصرفوا في السكوار باش نزيدوا نضيفوا الشيء اللي يعطيوه لنا باش نجمو اقل شيء ناخذوا لوتال اللي يكون في مقامنا. نسميها يعني منحه العار، يعني في الحق تعطى الجزائري لا تكفي ربما لليله واحده خارج الوطن. ويبقى الجزائريون ينتظرون استجابة للسلطات المعنية لرفع قيمة المنحة السياحية أسوة بما تمنحه بنوك دول الجوار. وفي ذات السياق اعتبر عبد القادر سماريا الخبير الاقتصادي والوزير السابق أنه على السلطات إعادة النظر في قيمة المنحة السياحية وفق معطيات الوقت الراهن وتوسع الجغرافي للمناطق. احنا يجب أن لا ننظر إلى الجميع بنفس النظرة، من أخطائنا أننا نشوف المناطق الوطنية كيف كيف تمرست كما نعمة ونعمة كما سعيدة وسعيدة كما بالعباس وبالعباس كما مستغانم ومستغانم كي العاصمة. لا، ما لازمش ننظر هكذا. نفس الشيء بالنسبة للمواطن، هناك المواطن اللي يعني يروح، خليني نضرب أمثلة، اللي يروح للعمرة، اللي يروح للعمرة يعني لازم لك تكون فيه دراسة باللي المنحة الطبيعية للعمرة كم. أكد وزير العدل حافظ